إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فاتقوا الله عباد الله، وعرفوا ما من الله به على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصال الحميدة، الذين نصر الله بهم الإسلام ونصرهم به، وكان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام، فحافظوا على الدين وساسوا به الأمة بالعدل والحزم والتمكين، فكانت خلافتهم أفضل خلافة في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم، وكان أجلهم قدراً وأعلاهم فخراً أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر رضي الله عنه. وفي الثالث والعشرين من جمادى الآخر عام 13 من الهجرة، توفي رضي الله عنه بعد أن خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنص صريح كما ذهب إلى ذلك طائفة من علماء أهل السنة. ففي صحيح البخاري أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن لم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: فأتي أبا بكر. وهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لأبي بكر حتى لا يختلف الناس في خلافته، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وهذا أشد وقعا من الكتاب، لأنه لو كتب له لكانت خلافته بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم ينقاد لها المسلمون بكل حال. ولكن لما كانت خلافته بإجماع المسلمين، وكان ذلك بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أشد وأوطد. أقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لأبي بكر
أن يكون خليفة بعده، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله أن يختلف المسلمون في أبي بكر. وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الصلاة قصار، فصار إماماً للمسلمين في الصلاة. مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وكل هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر لخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامتين، إمامة الصلاة وإمامة الحج. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يطعن في خلافة الصديق وسائر الخلفاء الأربع، لا يطعن فيها أحد إلا كان أضل من حمار أهله. كان أبو بكر رضي الله عنه من سادات قريش وأشرافهم وأغنيائهم، شهد له ابن الدغنة سيد القارة أمام أشراف قريش حين قال له بما شهدت به خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تكسب المعدوم وتسل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وكانت هذه الأوصاف هي الأوصاف التي ذكرتها خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بادر أبو بكر رضي الله عنه إلى الإيمان به وتصديقه، ولم يتردد حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، بل آمن به فورا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم طول إقامته بمكة، وصحبه في هجرته ولازمه في المدينة، وشهد معه جميع الغزوات، وأسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه 5 من 10 المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. واشترى رضي الله عنه 7 من المسلمين يعذبهم الكفار بسبب إسلامهم، فأعتقهم رضي الله عنهم منهم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامر بن فهيرة الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه في هجرتهما ليخدمهما. وكان رضي الله عنه أول من جمع القرآن، وأول من سمى القرآن مصحفا، وأول من سمى خليفة سمي خليفة في هذه الأمة، وأول من ولي الخلافة وأبوه حي، وأول خليفة مات وأبوه حي. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدلول كلامه وفحواه، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال: إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى رضي الله تعالى عنه، فعجب الناس من بكائه لأنهم لم يفهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكان رضي الله تعالى عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وهو يخطب الناس:
إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. لم يقل لاتخذت علي بن أبي طالب ولا العباس بن عبد المطلب ولا غيرهما من أقاربه ولا عمر ولا عثمان، لكنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فرضي الله عن أبي بكر، وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب يعني عمر شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى، فأقبلت إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه نبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما يكره. فجث رضي الله عنه على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا فضل أبي بكر: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه بعد ذلك. وكان رضي الله عنه أثبت الصحابة عند النوازل وأشدهم قلبا. ففي صلح الحديبية لم يتحمل كثير من الصحابة رضي الله عنهم، لم يتحمل كثير من الصحابة رضي الله عنهم الشروط التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وكان من هذه الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية دون أن يكمل عمرته، وأن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم وإن كان مسلما، ومن جاء من المسلمين إلى قريش لم يرد إلى المسلمين. فشق ذلك على المسلمين كثيرا، حتى إن عمر وهو عمر رضي الله عنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يستعين به على مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان جواب أبي بكر رضي الله تعالى عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. فكان جواب أبي بكر رضي الله تعالى عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنه أكمل الصحابة وأشدهم ثباتاً في موطن الضيق. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اندهش المسلمون لذلك، حتى قام عمر رضي الله تعالى عنه وأنكر موته وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبعثن الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان له منزل بالصنح، وكان قد خرج صبيحة موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها كان أحسن ما يكون وأشفى ما يكون، فاستبعد رضي الله عنه أن يموت
فخرج إلى مكانه الصنع، فلما بلغه الخبر رجع إلى المدينة فكشف رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت وقال كلماته المشهورة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب بل فوق ماء الذهب، قال رضي الله تعالى عنه: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، recognize and realize the great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala when he provided the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with the best of the generations, the companions. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. That the best of the people are my generation, the generation of the Sahaba, those who were with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and they aided him and they supported him, those who helped in the spread of Islam, and they were the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said regarding them, they are the best, they are the best of the generations. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, then those who come after them. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, then those who come after them. This indicates to us the virtue, the great virtue of those early generations. The hadith, the statement of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself, when he says that the best of the generations, the best of the people is his generation, the companions who were with him, and then those who came after them, the next generation, the tabi'een, and then those who came after them, the generation after, atba'u tabi'een. This is from the statement of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself. From amongst those sahaba, those individuals, the sahaba, the ones who met the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and they believed in the Prophet sallallahu alayhi wa sallam at the time of meeting him and they died upon Islam, from amongst the best of them was the 10 who were guaranteed paradise, given the glad tidings of paradise. And from amongst them, the best of them are al-khulafa al-rashidun, the 4 caliphates, the 4 from Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali radiyallahu anhum. Then from amongst them, the best of them is Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned regarding Abu Bakr that on one occasion when a woman came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asking him about an affair, about an issue, about a matter. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam told her to return. She asked, what if I return and I do not find you? Meaning, what if death comes upon you before that? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam told her, then in that case, go to Abu Bakr radiyallahu anhu. So this was a clear indication from the Prophet sallallahu alaihi wasallam of the authority
and the responsibility and the virtue of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. On another occasion, in the 9th year of Hijrah, it is Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu who was put in charge of the people to take them to Hajj. When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not go himself, in the 9th year of Hijrah, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not go himself, he placed Abu Bakr radiallahu anhu in charge to take the people to Hajj. Similarly, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was unable to come out and lead the people in prayer, then it was once again Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu who led the people in prayer. So all of these incidents, these occurrences, these scenarios, they indicate the virtue and the superiority of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. The fact that the Prophet sallallahu alayhi wasallam advised the woman to go to him, to Abu Bakr, if she could not find the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Similarly, the fact that the Prophet sallallahu alayhi wasallam placed Abu Bakr as-Siddiq in charge to take the people on Hajj in the 9th year of Hijrah. Similarly, the fact that the Prophet sallallahu alayhi wasallam allowed Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu to lead the people in prayer. This is the virtue of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. In fact, it is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he even wanted to write, to put it into writing, that the next Khalifa or the first Khalifa should be Abu Bakr. Yet in the end, it was mentioned in the narration that the people and Allah and the people will refuse anyone else to be the Khalifa other than Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. So all of this indicates to you the great virtues of Abu Bakr. He was with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in all of those years in Makkah. And he was with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when they made the Hijrah from Makkah to Medina. And then he was with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam throughout his time in Medina. So he accompanied the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the battles and the events and all of that which occurred. Similarly, it is mentioned that when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the revelation was given to him, and when Abu Bakr as-Siddiq was approached with that, then he did not reject and he did not hesitate. Rather, he was eager and quick to accept Islam. He was eager and quick to accept Islam and to be at the side of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He was the one who accompanied the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the Hijrah, and the mushrikeen, they were after them to the extent that they were in the cave, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Abu Bakr radiallahu anhu. And that is when the ayat are revealed that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned, La tahzan inna Allah ma'ana, that do not be afraid or fearful, indeed Allah subhanahu wa ta'ala is with us. So Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, he was from the most virtuous companion. And he accompanied the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he aided and supported Islam. And he himself was recognized to be from amongst the honorable people, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. To the extent it is also mentioned, the famous words that are narrated regarding Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, that when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam died, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, he came out to the people after having witnessed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and having kissed the head of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. After the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had died, Abu Bakr then came out to the people and said, whomsoever used to worship Muhammad, then indeed Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has died. But whomsoever worships Allah, then Allah is ever living and does not die. Allah is the one that is ever living, and your worship continues to Allah. It is not the worship to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So now, after seeing these virtues of Abu Bakr, and seeing that the Muslims by consensus, by complete agreement,
believe and accept and agreed, had the consensus that Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu is the first Khalifa. Consider therefore the state of those misguided and deviated individuals who claim that Abu Bakr was not even a Muslim, or they claim that Abu Bakr stole the Khilafah from somebody else, from Ali ibn Abi Talib. They claim all of these lies against Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. So that is distortion and it is deviance and it is complete and utter misguidance from them. Rather, we see from the statements of the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself the great virtues of Abu Bakr. And we see how the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he declared Abu Bakr to lead the prayer and to take the people in Hajj. He told the woman to go to Abu Bakr and ask him. All of that from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So be aware of the great status and the rank of the companions. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu and the others besides him also. All of the companions radiallahu anhum. Be aware of the stance of Ahlul Sunnah in respecting and loving the companions and in holding them in great honor and regard and not speaking evil of them and not speaking in a manner that is dispraiseworthy of them. That is indeed the way of the people of misguidance. Rather, we love the companions and we hold them in great regard. We respect them and we honor them. Just as the Prophet ﷺ said, لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي. Do not abuse or curse my companions. Because indeed, لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَدَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبَا. If one of you was to spend the equivalent of Mount Uhud in gold, then it would not be equal to مُدَّ أَحَدِهِمْ أَوْ نَصِيفًا. A handful from one of them, or even half a handful. That shows the great virtue of the companions over those who come after them. So be aware of that and hold that respect and honor and love for the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and be warned from the misguidance of those who speak ill of the companions, or from the misguidance of those who claim that the companions, they differed in aqidah. Those who claim that the companions, they differed in the principles of this religion, in the aqidah, then that is false. The companions did not differ upon the usul. They did not differ upon the principles of this aqidah. And that is from the misguidance of the deviated ones now, who claim that the companions used to differ in aqidah and tawheed in these affairs. Rather, they did not. They were united upon the aqidah. So we ask Allah to make us from those who can resemble the companions in striving and learning and studying and practicing this religion as the companions, the Salaf, rahimahumullah, did. وصلى الله على نبينا محمد وأقم الصلاة.